لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. عبد الشافي كمامة بتاعتك من فضلك، مفيش هنا حد احسن من حد. كمامة بتاعتك عايزين بقى نهدى عشان نسمع بعض. يا استاذ عايزين نسمع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التاخير بسببكم عشان الواي فاي والماي فاي والحاجات انا ما بفهمش فيها دي. حاولت بقدر المستطاع ان احنا نشغله علشان اللي عايز يعمل مباشر ما عندناش مشكله. فتحملوا انتوا بقى انتوا السبب يعني. انا هقلع النضاره عشان حد سالني امبارح بيقول لي هو انت لابس نضاره ليه؟ ما عادش بتشوف. لا بشوف والله. اقلع النضاره. كان جمهور الزمالك جمهور جميل، دايما بيسأل حاجات جميلة كده. أستاذ خالد اقعد. نعم. أنا هقول هتكلم وبعدين اللي عنده سؤال أنا تحت أمره. في أي حاجة.